هل هنالك جديد بخصوص التحقيق في فاجعة تارودانت؟ ليس هنالك جديد أعلن عنه. ما يتعلق بالدخول المدرسي، الوزارة الوصية ستقدم لقاء صحفي في المستقبل، ليس اليوم ولكن في المستقبل، ستقدم فيه مختلف التفاصيل المرتبطة بالدخول المدرسي من حيث المؤسسات، من حيث المدرسي، من حيث الإجراءات. حصلت تعبئة في هذه الأيام لأنه فعلا سجلت في بعض الحالات أو في بعض المناطق إشكاليات مرتبطة بتوفير المقررات، لكن حصلت تعبئة لتجاوز أي نقص أو خلل، وشغلت الوزارة الوصية هذ الأسبوعين في علاقة مع الأكاديميات من أجل حل كل مشكل يطرأ وتأمين دخول مدرسي جيد. فيما يتعلق بالتأمين في المدارس الخصوصية، فعلا هذا الأمر طرح بحدة وسبق له طرح في البرلمان، ليس فقط التأمين وإنما كل ما يتعلق برسوم الدراسة والتسجيل ونفقاته على مستوى التعليم الخاص. الوزارة الوصية سبق لها أن أعلنت بأنها انتظرت صدور القانون الإطار من أجل مباشرة الإجراءات التي نص عليها القانون الإطار لوضع قواعد تحمي القدرة الشرائية للمواطنين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.